مشاهدينا متابعينا الكرام، شوطا تلو الاخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعه، وشوطنا الحادي عشر من اعلنت انطلاقته منذ لحظات. شوط خاص بالزموله المحليات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ في مسافه 6 كيلومترات. نتابع الصداره، نسير بالمقدمه، نتابع التحدي واثاره هذا الشوط والاندفاع الحاضر دائما مع الامتار الاولى. ارى هني الشنفرة من قاد المجموعه التابع لهجن العاصفه، يقوده حمد بن راشد بن غدير. شاهين مع المركز الثاني اسمه الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم، ومهير بن سيب ونواز متابعا لانطلاقه شاهين مع المركز الثاني. ثالث التحديات التسلل والانطلاق الرائع والاندفاع لحشيم التابع لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. ننطلق مع المركز الرابع، نتابع رعد من ياتي رابعا لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عملية التضمير والمتابعة. بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس، بأر التحديات لشاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة مسري بن سالم بالعرطي الحميري سادسا من الجانب الاخر. من الجانب الاخر ارى هناك ايضا الخوار لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان براد المكتوم، وانطلاقه محمد بن سعيد بن حلوه في متابعه الخوار مع المركز السادس. سابع التحديات الانطلاق للصياد للشيخ زايد بن محمد بن بطي ال حامد عبيد بن مبارك بالحول في متابعه الصياد مع المركز السابع. ثامنا الانطلاق الوافي لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم والمكتوم حمد بن علي العويسي في عملية التضمير والمتابعة. ومع المركز التاسع، المركز التاسع أرى هني هملول لسمو الشيخ عبد العزيز بن سعيد بن راشد النعيمي خليفة بن سالم الطنيجي متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز العاشر، المركز العاشر أرى هني شاهين، شاهين من يتدخل في هذه اللحظات. شاهين بشعر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخليفة بن سالم بالصقعة متابعا لانطلاقة شاهين مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والنداء الأول للعشر المراكز الأولى. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع مقدمة هذا الشوط، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، وأرى هناك أيضا الاندفاع الحاضر دائما والاندفاعات الجميلة. نتابع شنفرة، نتابع شنفرة مشاهدينا متابعينا الكرام من انطلق بناموس هذا الشوط التابع لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة شنفرة ننطلق مع المركز الثاني، المركز الثاني أرى رعد من ياتي ثانيا لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي والسهيل بن سالم العامري. من يتابع انطلاقة رعد المركز الثالث، المركز الثالث أرى شاهين يتسلل في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن محمد بن رايد المكتوم ومهيئ بسيب ونواس في متابعة وانطلاقة شاهين مع المركز الثالث. رابع التحديات حشيم التابع لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. ننطلق مع المركز الخامس، التسلل الوافي لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم والمكتوم حمد بن علي العويسي، ولكن أرى التسلل، أرى التسلل في هذه اللحظات مع المركز السادس. أرى شاهين يتسلل ينطلق مع المركز السادس بشعر سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخليفة بن سالم بالصقعة. من يتابع انطلاقة شاهين ومعودنا أيضا شاهين انطلاقته دائما في الأشواط الرئيسية والأشواط المتقدمة. هذا مو بشوط شاهين يا أبو سالم، ركز مع هذا الانطلاق المتميز والاندفاع الرائع اللي قدمه شاهين. بدأ ينقض على الصدارة. نتابع، نتابع المركز السابع وأرى التحديات.
المركز السابع على التسلل للسراب التابع لهجن العاصفة وبقيادة واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير يتسلل في هذه اللحظات بينطلق من مركز إلى مركز بطريقة إلى الصدارة. نتابع المركز الثامن ومن الجانب الآخر أرى هناك الخوار لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم محمد بن سعيد بن حلوة من يتابع هذا الانطلاق المتميز. ومع المركز التاسع الصياد بالشعار الشيخ زايد بن محمد بن بطيء الحامد وقيادة عبيد بن مبارك بالحول. ومع المركز العاشر أرى شاهين لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم مهير بن سيف بن واس من يعلن هذا الانطلاق. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ولكن نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع التحدي، الاندفاعات جميلة والتحديات رائعة، ومغادرتنا للوحة 2 كيلومترات وشنفر على الصدارة، شنفر على المقدمة، يقود المجموعة، يحكم القبض على مقدمة هذا الشوط منذ البداية مشاهدينا متابعينا الكرام. شنفر على الصدارة بالشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير. ننطلق مع المركز الثاني. أرى هني وافية لسمو الشيخ زايد بالمر بالمكتوم وبقيادة حمد بن علي العويسي، ولكن من الجانب الآخر أرى هناك رعد لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي السهيل بن سالم العامري من يتابع هذا الانطلاق الجميل، من يتابع هذا التحدي والاندفاعات أيضا المتميزة. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الرابع، وأرى الانطلاق أيضا التحديات للسراب التابع الهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. الكوكب رباعية على الصدارة على المقدمة. ومع المركز الخامس راح الشيم ياتي خامسا بالشعار هجن العاصفة، يقود واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. بينما انطلقنا مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السادس، أرى شاهيني من يتسلل في هذه اللحظات مع المركز السادس التابع لهجن العاصفة وبقيادة حمد بن راشد بن غدير. المركز السابع الخوار لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة محمد بن سعيد بن حلوة من يتابع انطلاقة الخوار، ولكن نعود مع الصدارة. نتابع بداية هذا الشوط، وأرى هني أرى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة والمقدمة. يا سلام، أرى هني سراب انتزع الصدارة، سراب انتزع المقدمة، قاد المجموعة بالشعار هجن العاصفة وقيادة حمد بن راشد بن غدير. شنفر مع المركز الثاني كذلك بالشعار هجن العاصفة، يقوده حمد بن راشد بن غدير. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع التحدي، نتابع الإثارة، وأرى القدوم أيضا مع المركز الثاني. أرى هني الخوار من يتسلل مع المركز الثاني بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والتحديات لشاهين التابع لهجن العاصفة. الكوكبة الثلاثية التحدي الإثارة مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام شاهين على الصدارة، ينطلق بالمقدمة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية. يا سلام الخوار من الجانب الآخر، الخوار وشاهين، شاهين والخوار، ولكن شاهين في اللحظات الأخيرة تهانينا لهجن العاصفة، التهاني لحمد بن راشد بن غدير. الخوار مع المركز الثاني سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. المركز الثالث سراب من هجن العاصفة. المركز الرابع حشيم من هجن العاصفة. المركز الخامس يصل في العارض لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم. بقية المراكز نحيل الأعضاء خط النهاية. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول شاهين إلى خط النهاية، يقطع مسافة 6 كيلومترات في فترة زمنية مقدارها 10 دقائق 5 ثواني 6 أجزاء من الثانية. تهاني للهجن العاصفة، وتهاني لحمد بن راشد بن غدير.
الخوار يصل مع المركز الثاني، يقطع المسافة في 10 دقائق 85 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان مراد مكتوم، والتهاني لمحمد بن سعيد بن حلوة، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. سراب يقطع المسافة في 10 دقائق 8 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، والتهاني لحمد بن راشد بن غدير.